بعد فسح المجال لتحضيرات المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة في استعداداته لكأس أمم إفريقيا اللي باش تتلعب في ليبيا، وبعد تأجيل جول مباريات ربع نهائي كأس تونس، قرر لعب أول دفعة من مباريات الكأس واللي تجمع اليوم FC مورنيك ومضيفه اتحاد سبيتلا. مباراة اليوم تعتبر مهمة لزوز فرق وخاصة FC مورنيك اللي خرج من حسابات اللعب من أجل البلايوف، في حين منافسه اتحاد سبيتلا اللي ينشط في بطولة القسم الثاني مازال الهدف الأساسي متاعه الصعود لدوري الأضواء. جمعية سبيتلا اللي ترشحت في الأدوار السابقة ضد كل من النادي القيرواني بنتيجة 1-1 وظرف الظل سكرة بنتيجة 3-1 يتمنى مواصلة الحلم ببلوغ الدور نصف نهائي، في حين منافسه FC مورنيك اللي ضمن البقاء أصبح متفرغ ومركز على مباراة كاس تونس ويسعى لإنقاذ موسمه بالوصول لأبعد حد في مسابقة الكاس، فمن ستكون له كلمة الفصل وسيحجز أول بطاقة المربع الذهبي.